بعض الأشياء في حياتنا كالملح، بسيطة ويمكن تجاهلها، ولكن وجودها يمنح كل شيء مذاقاً مختلفاً. بدنا نقول أهلا وسهلا بضيفتنا بصبحية مع غادة لليوم، المصممة العالمية هناء صادق. صباح الخير. صباح الخير غادة، وأني جداً سعيدة أنكم تستضيفوني. حبيبتي، يعني بهذه المقولة، مقولة الملح، وإحنا بنعرف إنه الملح ربما هو تفصيلة بسيطة، ولكن قديه بتحسي تفاصيل الأمور هي ما تجعلها مميزة ومختلفة؟ يعني أنت تردين تقولين إنه يطلع الأكل فاهي أو ما إلى طعم. نفس الشيء الملابس ما إلها طعم إذا ما بيها تفاصيل. يعني إجت فترة أذكر بالستينات بالسبعينات كانوا يلبسون ساك، اسمه الساك، عدل هيك وسادة، بس ما طولت لأنه ما بيها جمالية أبداً. نعم. الآن الملح اللي بشغلنا الضروري هي كل التفاصيل، إن كان حلي أو أزياء، يعني كل ما يتعلق بالتصميم هي حلي وأزياء مع بعض. هذول التفاصيل جداً مهمة، وأني أشتغل، أنا يعني اختصاصي أشتغل على هاي التفاصيل. يعني هناء صادق، إحنا بنعرفك كمصممة عالمية تقدمين التراث، وتقدمين أيضاً لمساتك الإبداعية من خلال هذه التوليفات الجميلة اللي بتحدثيها بكل العروض اللي بتقومي فيها بكل أنحاء العالم. خلال جائحة الكورونا، وإحنا ما بنقدر نستثني هذه الجائحة اللي كل العالم تمر بها، كيف اختلف عليكي حتى يومك، يعني تفاصيل يومك، تفاصيل عملك كيف اختلفت؟ شوفي، التصميم هو إبداع، وأي مبدع في أي مهنة، يعني المغني إذا أبدع بأغنية أو بلحن، السينما إبداع، الأزياء إبداع، نحتاج جمهور، نحتاج ناس تقيم شغلنا. يعني ردود الفعل بعيون الجمهور هو هذا اللي يخليني ينطيني دفعة أتحمل كل الألم. كل عرض أزياء هو مثل الولادة، يعني أبقى أتألم وأتعب إلى أن تطلع الكولكشن كلها كاملة مع القياسات والعارضات والجولري والقبعات وكلها، بس نخلص خلاص كل الألم يروح. ليش؟ لأن الجمهور، الفيدباك هذا من الجمهور، يصفقون، يقولون كلمات حتى لو انتقده هو جيد. يعني طبعا الانتقاد مهم، يعني أشتغل حتى أشوف ردود الفعل. فبهاي الجائحة يعني نصور ونحط، ما دا أتفاعل أني ويا الجمهور نهائي. أوكي، يحطوا لك لايكات، بس ماكو تفاعل، ولهذا الأشياء جامدة ديجيتال، يعني كلها ديجيتال، ما حبيتها. أكيد. تعرفي كمان شغلة جدا مهمة، إنه يعني إحنا دائما نحكي بنقول إنه كل شخص يجب أن يكون له صوت، ولكن ليس كل شخص هو مؤهل حتى يحمل مايكروفون أو حتى يكون يعني ولا. فاليوم السوشيال ميديا أعطت لكل شخص أنه يكون بلوجر، لكل شخص أنه يكون فاشينيستا، لكل شخص أنه يكون له صوت وبعبر وبحكي عن رأيه، رغم أنه هو يفتقد للعديد من الأدوات اللي ممكن تكون بين إيديه. فيعني أنا بعرف أنه أنت إليك وجهة نظر بما يخص الفاشن، كل شخص يطلق على نفسه فاشينيستا، رجل أو امرأة، واليوم حتى دول الغرب عم تتعامل مع هذا المحتوى بطريقة مختلفة. لسه إحنا ما وصلنا لها بالعالم العربي، رأيك في هذه التطورات؟ يعني ممكن تقولين علي من الموديل القديم، بس هو فعلا القديم يقيم، حتى لو تنتقديني وتقولي لي أنت لبستك مو كذا، أو أخذ برأيك. الآن الناس بطلوا يسمعون رأيي، يسمعون الفاشينيستات أو ذول اللي يأثرون بالعالم. مو فاهمة أني، حاولت مثلا، حطيت كم قطعة ويا فاشينيستات، الكل يجي، بس يعني ما حسيت أني مرتاحة. أنت حتى لو تبيعين القطعة، بس تبيعيها الإنسان ما مقدرها. أنا شغلي مثل ما تفضلتي، بتراث، بتاريخ، بأمة عربية كلها من المغرب إلى اليمن، فنون ما ممكن تختصر بسهولة. لما أحط بيت شعر أو أكتب على الأزياء، تجي واحدة ما تعرف تقرأ وتكتب تقريبا، سوري بس شبه أمية، بس تجي لأنه الفاشينيستا عرضت هذا وهي تريد تشتري. أوكي تشتري، بس أنا مو سعيدة لأنه
ثقافة هي، يعني علاقتي ويا الناس. نعم، وعلاقتك ايضا بقطعك يعني. نعم. انا بشوف كيف لما اجي ازورك بشوف كيف كل قطعه انت عم اليوم عم تتعامل معها زي ما حكيتي وكانها ابنتك او ابنك. يعني صحيح حقيقه ولاده كل مره جديده. يعني اقول لهم القطعه ما احب ابيعها راسا، ابقى ازوق بها، ازيدها، انقص، اسوي الى ان اشبع منها، يلا اقدر ابيعها. فأتوقع من المقابل أيضا يقدر الشغل، اللي مو تجي أوكي لفي لي هذه ورايحة. بس ولكن بدنا نحكي الصراحة يعني بصراحة كتير كبيرة. إحنا فقدنا قيمة الأشياء بعالم الديجيتال وعالم التواصل الاجتماعي. فقدنا حتى قيمة الديكور، صاروا الناس يروحوا على صنع في الصين. أنا ما عم بقول إنه صنع في الصين معناته مش لازم يكون يعني يعني ممكن يكون عالي الجودة، ولكن يعني قصدي الصناعات السريعة. فقدنا في هذا الزمن إنه إحنا نجيب قطعة لتبقى، صرنا نجيب القطعة لحتى نغيرها بعد سنة وسنتين وشهر وشهرين. بتعرفي هنا أحياناً لما يلاقوني متمسكة في بعض القطع القديمة زي الاستوانات القديمة لأهلي ويقولوا لي يا الله لسه عندك أنتيكة، أنا مش حسيتها أنتيكة. هلا أوكي طبعاً أنتيك، بس أنا قصدي مش قصدي كلمة أنتيكة، أنا مش حسيتها كلمة أنتيكة، أنا حسيتها أنه إشي لازم يعيش. يعني أنا شاري إشي ليعيش لحتى بعدي يقولوا هذا كانت تستخدمه مثلاً أمي، كانت تستخدمه ستي، خالتي، عمتي. ولكن إحنا فقدنا كل هذه الأمور، إحنا بعالم السرعة، وهذا صعب على المبدع وصعب على من يريد أن يبقى ذكرى ويبقى إبداعه وعمله. تعرفي من يوم اللي صارت الجلوباليزيشن اللي هي العولمة بكل شيء، يعني الناس رجل، امرأة، طفل، بنت، كلهم يلبسون جينز أو يلبسون تي شيرت، الكل يونيفورم، الكل يلبس كاسكيت، الكل يلبس حذاء كاوتشوك رياضة، بطل في خصوصية، وهو هذا المطلوب للاقتصاد الاستهلاكي. يعني إحنا نقول لك البس هذا وذبة وما ننطك إياه بغالي. يعني لما أنت تقولين على قطعة تبقى عندك، بنتك راح تقدرها. ونفس الشيء أني إجوا عندي سيدات من قبل 25 سنة أخذت قطعة، بنتها الآن تجي تقول لي أنتي صغري لي إياها أني أريد ألبسها، ما تروح مودتها. بأي شيء ثاني يعني السجادة لو كانت محكوكة تحسي أنه أكو تفاعل أنت وياها، لأنه هذه مر عليها زمن، مر عليها ناس، أكو قصة وراها طبعاً. هنا أنا بالوقت الحاضر يحطون هالسجادة من وين مكان أو الكرسي، وبعدين ورا كم يوم أو شهر أو سنة يبدلوا يذبوه. نفس الشيء البرادي، نفسي إحنا ما كان عندنا هذا الاستهلاك، ودائماً نفكر أنه شلون نورث لأولادنا. تصدقين أقول لك معلومة يعني أتمنى الناس تسمعها. جت وحدة قالت لي أنا ما أريد أشتري غالي، أريد كلش رخيص، لأنه أنا بس صورة أخذ للإنستغرام يشوفوني الناس بيها ما أريد أكررها وأذبه. تخيلي صورة. قلت لها والله مو عندي، إذا بهالحالة استأجري. ليش تشتري؟ أنا ما أجر بس استأجري. يعني شوفي ما هو هون الصعوبة اللي إحنا عم نحكي فيها هنا. بس ولكن مين المسؤول عن الوضع الحالي؟ مين المسؤول على تدني الثقافة؟ تعليم، إعلام، دراما، من؟ تعليم أكيد، ولازم يبدي من الابتدائية، يعلموهم القطع اللي موجودة بالبيت مو بس الأزياء. بعدين يصير عندهم هم لا شعوريا وهم كبار يبدون يحبوها. الصور اللي يحطوها بالكتب الأطفال لازم لابسين بيها شوية فن عربي. شغلة ثانية الاستهلاك، يعني أنه ذبي هذا ما ينفع. لا، هذه الدول الرأسمالية أو هي الأسلوب الاقتصادي الرأسمالي، هذا غلط. يعني أذكر بسوريا، بالعراق، يمكن في فلسطين وبالدول والمدن القديمة ماكو شيء يذبوه، يرجعون يطلعون منه شيء أجمل طبعاً. يعني ماسورة إذا خربت يجيبوها ويلحموها ويا شيء ثاني ويحطوها بالحديقة تصير فتشي شكل أو نافورة أو كذا. فإحنا هذا المسلسلات ايضا طبعا، حتى المسلسلات التاريخيه صايره الازياء مالتها سخيفه. ما لها علاقه نهائيا بالفتره الزمنيه. ما يردون يتعبون
اكو مخرج عراقي طلع مقابله قال لهم يا جماعه احنا ترى اني واحد منهم تنشوه التاريخ بالمعلومات وبالازياء وبكل شيء. ف يوم يكون للازياء بتونس شفتهم حتى الاطفال بالمدارس كلهم لابسين، الموظف بالبنك لابس سروال او لابس طربوش او لابس انه يوم ازياء تراثي. نعم، لحتى نذكر الناس اللي حوالينا باهميه تراثنا واهميه ازيائنا واهميه تفاصيلنا. بالضبط، والتعليم والمسلسلات مثل طبعاً. ما قلتي لانه التي في كلش مهم. مشكله اذا احنا اليوم عم نوثق تاريخنا بشكل خاطئ، هذه مشكله من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهها الاجيال القادمه. نصيحتك هنا كمصممة عالمية لكل مصمم ومصممة اليوم عم بيحضروكي عم بيشاهدوكي عم بتابعوكي، شو نصيحتك لإلهم؟ ليكونوا جزء من القطيع. يعني شوفي كلهم يحاولون يقلدون الغرب، أنا ما بحياتي جبت مجلات أجنبية وتفرجت عليها، أتفرج على كتب الأزياء القديمة، أقرأ عن التراث، حتى رسمات من السجاد، رسمات من الأزياء، كلها غنية جميلة. فهم ليكونون جزء من هذا القطيع ويحاولون ينطون فتسمة عربية. يعني أنا من أروح مؤتمرات برا، الصدقين بالبداية كانت أيضا جاهلة بهالموضوع، الهندية لابسة ساري، الأفريقية لافة اللفة مالتها، يقعدوهم لي قدام يحترموهم. إحنا اللي لابسين ما عندنا هوية، ممكن أكون إيطالية إسبانية أي شيء أجنبي، يحطون لي ورا وبعدين بين ما ها يجيني الدور. فصرت لا، كنت أول ما أطلع بباريس وأني لابسة، هسه قمت أطلع لابسة ملابسي أني. صح، وصدقيني من دون ما أحكي هويتي رأساً يقولون إحنا شقد نحب التراث العربي، أو يشوفون الخط العربي. يعني أنا مرة بالمترو ماكو مكان وعجقة احتراماً إلي وبالملابس الجميلة اللي هاي، قاموا اثنين وقعدوني مرة ورجل، قعدوني يعني لي ضايقوني من هالملابس اللي احترموها. فأني هذه نصيحتي للكل، فلي خافون يستحون من تراثهم. نعم، شكرا جزيلا لك هناء صادق، وجودك معنا سعيدين جدا فيكي. خلينا نجرب الشاي نشوف كيف صار طعمه. اوكي، ولو هو مو شاي ما اعرف شنو.